وانا غنقول لك واحد القضيه السريه. انا انت كتعرف بلي العلاقه اللي كانت بيني وبينك قبل ما يوقع هذا البلوكاج يوصل النهايه ديالو كانت طيبه، وانا من جهتي باقيه طيبه، ما عندي حتى حاجه ضدك، ولكن باغي نقول لك بلي زواج المال والسلطه خطر على الدوله. منعكم ما غيمنعكم السي عزيز حتى واحد باش تمارسوا السياسه، ولكن الشعب المغربي، الشعب المغربي ما زال يحن الى سياسيه الصالحين والى احزابه الاصيله.